عندي مشكله صغيره انا ما اعرفش حلها فين. احمد الشيخ ده كان هداف الدوري وجبته، ازاي ما يبقاش هداف الدوري مع النادي الاهلي وبقى هداف الدوري مع فرقه اقل من النادي الاهلي مثلا؟ هناك مشكله دي لازم النادي الاهلي يعرفها. ايه ليه؟ هل الواد بقى مستوى سيء؟ هل احنا قصرنا معاك كجهاز فني؟ هل الواد اساسا عنده ليه مش عارفين ناخد منه نفس المستوى اللي كان مقدمه مع فريق انا هداف دوري وهو مش في النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ما بيلعبش؟ دي نقطة مهمة جدا، عايزين نعرف مشكلتها ايه. فبالتالي انا ارجو انه بعض دي مشكلة من المشاكل انزل، لانه بمصطلح الكرة بلغة الكرة كان شايل الفريق بمنتهى الصراحة. هل هو يعني لما جه تغير اسلوب لعبه؟ هل هو محتاج كان حصلت حاجة معينة؟ الجهاز الفني عنده كان قرارات اخرى ما كانش مقتنع بيه؟ كل حاجات ممكن تعرف، لكن لازم تحل المشكلة دي. يعني انا اتمنى ان الجهاز الفني الحالي يعني يشوف المشكله دي ويحلها. صالح جمعه كان لعيب كويس قوي وبدا كويس، سلوكيا كان عنده بعض المشاكل، طب حلها المشاكل دي سهله جدا. نقوم ونصلح، نستفيد باللاعب ونعالج الجانب السلبي عند كل كده مثلا. دي بعض المشاكل اللي موجوده مثلا.